إن لقى مار محلقاً فرطان يسبدل لغو سمييو دستوركا بطلان إن لبدباديو برنامجكا ديمقراطية ده إي بطلان وإن لدورا دولة نمادة بطلان لقى وضا قيب قاعدة إلالينتا حسلوني ده نبادقالية ده إيوضا شركة بطلان إن دورشاد حلمانا ده قبل كسول سناق إي عين لوغدن بيو حقانكا دقنكا إي قبل الناس تاسو جديد كو آد دل خلاف كسياسة دي بمتلان وحان مدد تضباعد كسو من المقادة قروي سيانو قيب وغان نغنو حلو هريد دا الرماكة تاقن بمتلان انتي آن شوق لي بمتلان وحان لكولا نمد حوينها مد حوينها كو حيقينكا اسلام عيسى اسلام محمد اسلام بشير اسلام عبد الله اسلام هذا كالي اي كسو من قروي معارض كسور جديد الدولة دا دلد ورد برشادة ريد كا اي بونسا قار كمد اور سياسة دي دا يا غيبها كل الدول إيه برشلة وحن كلوا سفر كنت جنين مجال هذا قرده وأن كلا كل الناي بغر برهان بغر موسى يا سياسيين كسر جن مجال هذا قرده والدحرات كي حكومة ده إيو برلمان كبطلان وجب جبو ترشوين كدولياش الديجان كو وري واقبيو سدوا كله مصر بحين سد حذي حزبية دستوري جها حكومة دون ولي كم جوريسن إن الشعب كا لو ذاكتو قابك كده ما نشيل درشوين كسعودا يا سيدا لو قمنا يدور شذا مدحوينها إلا بكون لبعتني أفر سياس درتيد حلا قمنا مارمان إلا هذا حس يا سداد ودمان إذا عيدو قوة قن عسيهين ولو جد بو أقبل هذا تاجن هذا بقى شدور شوي كحزب يدا بدن أقرب سومان يدو سامري يدا سياس سداد أو ذو أقول يهين وحلو بهي هي سمين تا لفاق لما يسترى نظام ك دور شوي ك يجد سعد ك ديمقراطية بطلان تبدي رجود وين الدورة دولة نمد بنتلان لجوا ذا قيب قاعدة إلى أنت حسلوني ذا نبت قرية ذا يوضع شركة بنتلان عندما أنت بنتلان كقيب قاعدة دفاع قبل كصور إن لبت بادي برنامج كديمقراطية ذا بنتلان إن لجمع محلقا فرطان يسبد لغو سمييو دستور كبنتلان إن لجوه الشيو لفاق شرعات ولا ما يسترى برنامج كديمقراطية ذا يدو aan dib loogu noqon nidaamkii beelaha hadaysan halka wadan bayis ahayn in doorashada golaha wakiilada iyo madaxweynaha ku dhacdo xilligeedii ahaa 8 January 2024 dawladuna la timaado barnaamij qeexan oo lagu fulinayo in laga heshiiyo gudiga doorashooyinka sanadka 2024 si ay xilligeed ugu dhacdo ana gudi lagu heshiisay inuu doorashada u qabto hadaba waxaan soo jeedinaynaa wadabada soo socda oo ku saleysan ballaarinta ka qaybgalka arrimaha siyaasadda iyadoo aan cid laga tagay in sida ugu dhaqsaha badan looga qabto doorashada golaha deegaanka saddexda degmo ee gobolka Nugaal ee ka harsan degmooyinkii la diwaan gariyay in sagaalka urur siyaasadeed ee ka diwaan gashay Puntland ay noqdaan xisbiyo siyaasadeed ee Puntland muddo 5 sano ah kana qaybgalayaan doorashada golaha wakiilada ee soo socda in doorashadu u furan tahay qof kasta oo iskiis u noqonaya musharax madaxweyne madaxweyne ku xigeen iyo xubin baarlamaan independent candidates dadka aan xisbiyada hore uga qayb galin in doorashada xildhibaanada gobolka Sool Sanaag iyo Cayn looga dambeeyo hoggaanka dhaqanka ee goboladaas wabillahi tawfiq magacyada ku saxayaashu waa Cabdulle Maxamed Cali Gaas Cumar Cabdirashid Cali Sharmaarke iyo Cabdirashid Maxamed Xirsi